عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت يا شيخ، في المكالمات الهاتفية في بعض الأحيان ما يكونش معايا رصيد مثلا، وأجي أرن على حد يقول لي مثلا أنت معكش رصيد وممكن تكمل المكالمة ب 60 قرش، وهي في الطبيعة بتكون ب 20 قرش، بس عشان أنت معكش رصيد بتبقى ب 60 لحد ما تشحن. فهل هذا يعتبر ربا أم طبيعي؟ والله البعد عنه أسلم. جزاك الله خيرا. الله يسلمك.